وإعجازه. ذكر الإمام الرضا عليه السلام يوما القرآن فعظم الحجة فيه والآية والمعجزة في نظمه. قال عليه السلام: هو حبل الله المتين، وعروته الوثقى، وطريقته المثلى، المؤدي إلى الجنة والمنجي من النار. لا يخلق على الأزمنة ولا يغث على الألسنة، لأنه لم يجعل لزمان دون زمان، بل جعل دليل البرهان وحجة على كل إنسان. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد.